صباح الخير لكل مشاهدينا يلي ينضموا لنا بمحطاتنا الصباحيه. وصلنا لمحطه مهمه جدا رح نحكي فيها عن دور الادب والفكر والثقافه بشكل عام في ظل الظروف التي تعيشها الامه العربيه. ودائما ما نقول بانه الادب هو تصوير وتجسيد للواقع باشكاله المتعدده، ولكن هل يكتفي بمجرد تمثيله ام يتعدى ذلك الى ابعاد اخرى؟ وهل الادب القدرة على التأثير في الواقع وتغييره؟ وهل يمكن للواقع أن يؤثر في الأدب وبشكله وبدوره؟ من المعروف أيضا بأن الأدب والشعر هو ناقل وهو وسيلة فعالة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، وأيضا فضاء للتأمل في الواقع وفهم العالم من حولنا. كل هذه المواضيع رح نناقشها اليوم مع ضيفنا بصباحنا غير لليوم، الكاتب والأديب حسام خضور. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام. أهلا بكم، شكرا لاستضافتك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش يعني اليوم دور الأدب بتصوير الواقع، تجسيد الحالة التي تعيشها الشعوب بشكل عام، ومدى ارتباط وثيق بمشاكل الأمة العربية. الأدب هو نتاج الأديب، وبالتالي ينبغي أن يكون دور الأديب، لأن الأديب هو من ينتج الأدب، وهو من يستلهم الواقع ليصوره ويقدمه لقرائه. الأديب في نظري هو عقل وضمير ولسان حال الناس، وهذا الإنسان الذي يعيش في مجتمع مصدر إلهامه هو المجتمع الذي يعيش فيه، فقضايا هذا المجتمع ومشكلات هذا المجتمع وطموحات هذا المجتمع هو شغل الأديب الشاغل. وبالتالي عندما نريد أن نبحث في دور الأدب ينبغي أن نشخص الحالة الراهنة للمرحلة التي يعيش فيها الأديب، وهذه المرحلة كما هو جاري مرحلة تعرض فيها بلدنا لعدوان غاشم، عدوان إرهابي دولي قادته الولايات المتحدة وحلفائها على بلدنا، غايتها تدمير هذا البلد وقتل شعبه و يعني الحاقه في مخططاتها الإجرامية في العالم. وضعنا الآن ليس فريدا، هو جزء من المعركة التي تخوضها الشعوب في مواجهة هيمنة إمبريالية على العالم أجمع. هذه المعركة هي معركة بين شعوب وبين بلدان تريد أن تخضع هذه الشعوب، لكن في مرحلة ظهرت فيها قوة جديدة، هذه القوة أضعفت المهيمن الأكبر، هذا المهيمن الذي يتمثل بالغرب الأطلسي والولايات المتحدة على رأسه. هذه الهيمنة الدولية التي فرضتها منذ قرون من الزمان في عهد الاستعمار المباشر وعهد الاستعمار غير المباشر تريد الحفاظ على مكانها، على هيمنتها، لكن هذه الهيمنة تتراجع وبشكل ملحوظ، لكن هذه الهيمنة تحاول بالقوة أن تبقي على هيمنتها. والمعركة في بلدنا، الحرب على بلدنا، إحدى حلقات تلك الحرب التي يخوضها الاستعمار في من أجل الإبقاء على هيمنته. وهنا دور الأدب في هذا المجال هو تشخيص هذا الواقع ووضع اليد على القوى الفاعلة فيه، على القوى الحية فيه. القوى الحية في بلدنا هي شعبنا، هي
منتجوه بلدنا من عمال وفلاحين وجنود وكل القوى الشعبية التي تصدت لهذه الهجمة وقاومتها وهزمتها. لكن هذه المعركة لا تزال جارية، لم تنتهي بعد، فأجزاء من بلدنا لا يزال خارج سيطرة الدولة، لنقل في شمال شرق البلاد وفي شمال غرب البلاد أيضا. فمهمتنا الآن، مهمة الأدب الآن، هو تجييش وحشد القوى الوطنية من أجل الخلاص النهائي، من أجل التحرير النهائي لوطننا وإلحاق الهزيمة النهائية بالعدوان الذي شن على بلدنا منذ أكثر من عقد من الزمان. نعم أستاذ حسام، حضرتك يعني فتحت مجال لكثير من الاستفسارات والأسئلة، منها وحضرتك عم تتحدث عن دور الأدب اللي هو تشخيص الواقع، شحذ الهمم. نحن نعرف اليوم لما نتحدث عن الأدب نتحدث عن أنواع كثيرة، الشعر نعرف رافق الثورات والمقاومات عبر العصور، منه الشعر المغنى، منه الشعر الشعبي أيضا اللي كان موجود ابن البيئة كما يعرف، ومنذ قديم الأزل حتى الآن كان أحد الوسائل الناجعة والمفيدة بالحماسة، انتقلت فيما بعد تطورت أصبح ما يسمى بالأغنية الوطنية وما إلى ذلك اللي عم نعيش فيه حاليا. حاليا يتم استخدام أشعار الأدباء بشكل عام بترويج بعض مقاطع الفيديو عبر الإعلام المرئي أو التلفزيون. اختلفت استخدام هي الوسيلة، ولكن هي أثبتت قدرتها على شحذ الهمم خلال سنوات الحروب بشكل عام. وأيضا يوجد نوع من أنواع الأدب اللي هو تأليف الكتب أو المؤلفات التي تحاول أن توثق مراحل تاريخية. البعض يقول بأنه يجب أن يبتعد الأدب عن التوثيق أثناء قيام الحرب، يجب أن يكون بعد فترة كي يكون حيادي ونظرته شمولية أكثر، ما رأيك؟ الآن الشعر ربما هو الوسيلة الأدبية أو الشكل الأدبي الأول الذي يتصدى للحظة المباشرة، لكن الأنواع الأدبية الأخرى كالقصة والرواية والمسرح هي تأتي متأخرة بعض الشيء، لأنها تريد أن تستوعب المشهد كاملا، نظرة شمولية وتحتاج إلى وقت، وبالتالي تعكسها في أعمالها. لكن الأديب ليس فقط من يجلس في غرفة معزولة وأيضا يكتب، الأديب جزء من شعبه، هو في الشارع، هو في المعمل، هو في المصنع، هو في الإذاعة والتلفزيون، هو في المجال العمل الذي يعمل فيه، إن كان مدرسا أو معلما أو عاملا، فهذا الإنسان هو جزء من الحياة القائمة. وبالتالي إذا كان الشعر هو أول الأنواع الأدبية الذي يرى الصورة ويحاول أن يعكسها في قصائده، إن كانت الأنشودة الحماسية أو القصيدة المغناة أو غير ذلك التي تعمل على تجييش الناس وإثارة الحماسة بهم للتصدي لمهمات المرحلة، فالأنواع الأدبية الأخرى تشاركه ربما النوع الأدبي الثاني يأتي من خلال القصة القصيرة التي تحاول أن تركز، أن تسلط الضوء على مشهد معين وتنقله للقارئ، ثم تأتي الرواية. لكن نحن في هذه المرحلة التي عمرها نحو 13 عاما صارت الصورة واضحة، صار بإمكان الكاتب في شتى المجالات، إن كان شاعرا أو قاصا أو روائيا أو مسرحيا، أن يقدم الصورة كاملة، لأن هذه الصورة اتضحت
وصار بالإمكان تقديم المشهد بكل جوانبه، وأيضا تسليط الضوء على القوى الحية في هذا المشهد التي تبني البلد وتدافع عن البلد. وبالتالي الأدباء في الجوانب المختلفة التي يكتبون فيها شعرا أو نثرا صارت الصورة أكثر وضوحا، أكثر شمولا، وبالتالي ما يقدمونه هو صورة واقعية للحالة الراهنة ومتطلبات هذه المرحلة. وفي هذه المرحلة كما قلت ينبغي أن تسلط الأضواء على مشكلات مجتمعنا، على قضايانا الوطنية. في هذه المرحلة نرى أنه موضوع الإنتاج مسألة مهمة، فبلدنا تعرفين أنه تحت عقوبات لا أخلاقية لا قانونية ظالمة، وبالتالي ممنوع علينا أن نستورد حاجاتنا من دواء وغذاء وآلات وغيرها ننتج بها ما حاجاتنا العامة. وبالتالي الإنتاج الوطني مسألة شديدة الأهمية، لأن لولا عمل الفلاح والعامل لما استطعنا أن ننتج حاجاتنا اليومية، على سبيل المثال نتيجة الحصار المفروض على البلد. ثمة كما قلت أجزاء لا تزال خارج سيطرة الدولة ينبغي أن تحرر، وبالتالي أيضا هناك ربما وقد تكون ربما هنا ليست سليمة، إنما في الواقع هناك قوى أيضا تعرقل نمو بلدنا وتطوره، وهذه القوى تعمل بطريقة أو بأخرى أو تصب الماء في طاحون العدو. فهذه القوى ينبغي أيضا أن تحارب، ينبغي يعني كشف تلك الجهات التي تعمل على عرقلة العمل الوطني. طيب هل يستطيع الأدب في هذه المرحلة أن يشكل الواقع أو يساهم في تشكيل الواقع، أم أن الأدب يعني الواقع يتبع، يعني هو يتبع للواقع بشكل عام؟ الأدب يعمل في الواقع. هناك واقع موجود موضوعي، وهناك الواقع الفني الذي يعكس هذا الواقع. الواقع الفني هو حركة هذا الواقع، القوى الفاعلة في هذا الواقع. ليس صورة ما يجب أن يكون عليه الواقع، لا، جزء منه الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الواقع. يعني نحن نعكس الواقع ونحاول أن نقدم الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الواقع. طموحات الناس، هالطموح هذا ليس الواقع الراهن الجاري المعيش، إنما هو ما ينبغي أن يكون، هو الطموح، هو الأمل بأن يكون لدينا بلد متطور حديث معاصر تسود العدالة والمساواة، يجد فيه المواطن مسكن صحي، يجد فيه المواطن عمل يليق به ويوفر له متطلبات عيشه الكريم. هذا ما نتطلع إليه، لكن في الواقع الراهن نحن نشاهد المظالم، المشكلات التي يعني تجعل الناس في وضع يرثى له. فهذه الحالة الراهنة ينبغي على الأديب أن يصور، أن يعكس في أعماله، إن كانت قصيدة أو قصة أو رواية أو مشهدا مسرحيا،
وأيضا يقدم للجمهور وأن يعمل من أجل حشد الجمهور، من أجل العمل في سبيل تلك الصورة التي نراها الآن مثالية، لكن كل عناصرها موجودة في الواقع، في الواقع ويمكن أن تتحقق. يعني ما نطمح إليه ليس خيالا، إنما يمكننا أن نحققه في الواقع العملي إذا استطعنا أن نحشد القوى الحية في مجتمعنا وأن تتضافر الجهود في سبيل ذلك. طيب أستاذ حسام، اليوم كثير ما نشاهد من المحاولات الأدبية اليوم هي رسم النهايات الجميلة اللي الكل بيتمنى أنه نحن نوصل لها، سواء بحياتنا اليومية أو بما تتعرض له البلدان، ولكن على الواقع هناك صراع كبير. أيضا نحن بحاجة للوعي، بحاجة إلى خلينا نقول إظهار ما يحدث على أرض الواقع للشباب، لفئة كبيرة يمكن أن تكون مغيبة اليوم بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، بفعل كثير من الوسائل التي شتتت أذهان الشباب وأبعدتهم عن الواقع الحقيقي اللي عم نعيشه. كيف يستطيع الأدب اليوم بكل أنواعه أن يرسم أو يساهم في رسم هذه الملامح لشبابنا؟ هنا ينبغي أن تتضافر الجهود الخاصة التي لنقل عنها الأديب والجهود العامة التي تتمثل بمؤسسات الدولة، المؤسسات الثقافية والتربوية، المؤسسات الثقافية اللي موجودة والتي تتمثل بشكل أساسي في وزارة الثقافة وفي النقابات أو الاتحادات ذات الطابع الثقافي، إن كان اتحاد الكتاب العرب أو إن كان اتحاد الفنانين التشكيليين أو اتحاد الصحفيين وكل من يعمل في الميدان الإعلام الثقافي أو السياسي أو العام. فتضافر تلك الجهود هي التي تمكننا من أن نحشد قوانا، ووسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن تكون وسيلة إيجابية وليست وسيلة تشتيت. لكن هنا يأتي دور المؤسسات الثقافية، فوزارة الثقافة في الميدان معنية، وزارة الإعلام معنية إلى جانبها، اتحاد الكتاب العرب معني، جامعاتنا معنية، لأنها هي التي تصدر كل المؤهلات لعملنا في شتى المجالات الاقتصادية وغيرها في بلدنا. فتضافر هذه الجهود، جهود الكتاب مع جهود المؤسسات الرسمية، هي التي يمكنها أن تقوم بهذا البلد. لأعطيك مثالا، الآن المؤسسات الثقافية ينبغي أن تعطى ميزانيات أفضل من الميزانيات التي تعطى لها لتقوم بدورها. فصدقيني الآن، لنأخذ على سبيل المثال الهيئة العامة السورية للكتاب، ميزانيتها السنوية ثمن سيارة دفع رباعي، فكيف يمكنها أن تقوم بالدور الذي ملقى على عاتقها، مناط بها أن تقوم به؟ فينبغي أن ندعم ماليا لتقوم بدورها. الآن تنتج المؤسسة الهيئة العامة السورية للكتاب كتابا ثمنه عشرات آلاف الليرات. طيب كيف يمكن للقارئ العادي أن يشتري هذا الكتاب؟ ونحن نعرف أن القراء بمجمل هم من ذوي الدخل المحدود، إن كانوا معلمين أو أساتذة أو طلاب أو موظفين أو إداريين، فهؤلاء من ذوي الدخل المحدود الذي نعرف سقفه والذي لا يكفي لتوفير المتطلبات الأساسية للعيش، فكيف يمكنه أن يشتري الكتاب بهذه الأسعار العالية مقارنة بدخله المحدود؟ الثقافة هي
سلعة اجتماعية مطلب ينبغي أن نوفره للجمهور، وربما مجانا، لأن هذا دورنا أن نوصل المعرفة. كيف نوصل المعرفة؟ ما هو الشكل الذي يمكننا أن نوصل المعرفة من خلاله غير الكتاب؟ الكتاب هو المحتوى. طب هل هجر اليوم الكتاب؟ يعني نشاهد عدد قليل من الناس أصبحت تتجه إلى القراءة، هناك نسب ضئيلة بهذا الموضوع. هل هجر؟ هل هناك بديل لهذه الوسيلة؟ الآن ننتقل إلى موضوع آخر. القراءة لها وسائل مختلفة، الكتاب في مقدمتها، لكن الكتاب هذا صار له أشكال بسبب وجود التقنيات الحديثة، وهذه نعمة للبشر. صار لدينا الكتاب الإلكتروني، صار لدينا الكتاب المصنوع. هل يعطي نفس النتيجة؟ يفترض أن يعطي نفس النتيجة وربما أكثر. يمكنك الآن على المحمول الذي تحملونه أن تحملي مكتبة كاملة، وعندما تحتاجين شيئا ما، إن كان أدبا أو فنا أو علما أو ثقافة عامة، يمكنك أن تفتحي وتصلين إلى ما تريدين بأسرع ما يمكن، ويقدم لك ما تطلبين. فهذه نعمة، نعمة ينبغي أن نعرف كيف نستثمر في سبيل نشر الثقافة أدبا كان أم فنا أم ثقافة عامة. فهذه مهمة المؤسسات الرسمية. صحيح. إعلاما ووزارة الثقافة واتحادات كتاب أو صحفيين أو فنانين، هذه هي مهمة الجميع بالنهاية. مهمة الجميع. صحيح. يعني وعلينا جميعا أن نتعاون في سبيل من أجل الوصول إلى إيصال الحلول لمشكلاتنا وتسليط الضوء على ما يعرقل تطور البلد من أجل أن نصل إلى ما قلنا عنه طموح واقعي للبلد الذي نريد أن نبنيه ونصل به إلى المستوى الذي يوفر لشعبه حياة كريمة. أكيد. يعني الأديب والكاتب حسام خضور، بدي أتشكر حضرتك لمشاركتك صباحنا لليوم، ونتمنى أن نكون هيك حكينا ولو شوي عن بعض من دور الأدب المهم جدا بكل زمان ومكان. شكرا لك. شكرا لكم.